هاي. الولادة المبكرة أو premature birth هي ولادة الطفل قبل اكتمال مرحلة الحمل بشكل كامل برحم الأم. بالنسبة للإنسان الولادة المبكرة هي خروج الجنين من الرحم قبل مرور 37 أسبوع بالحمل، يلي مدته الطبيعي هي 266 يوم، والمدة المقررة لحمل المرأة هي 280 يوم يعني 40 أسبوع. العوامل يلي بتأدي لحصول حالات الولادة المبكرة هي ارتفاع بضغط الدم، العمر إذا كان عمر المرأة الحامل يا أما أكثر من 35 سنة أو أقل من 18، قصر عنق الرحم، السكري الناتج عن الحمل، القلق والخوف، التدخين طبعا والتدخين السلبي، وكمان تناول كمية كبيرة من الأدوية. أظهرت الدراسات أنه من الممكن تجنب العديد من حالات الولادة المبكرة عن طريق تجنب الأمراض المعدية، وكمان الابتعاد عن ساعات العمل الطويلة والابتعاد عن الدخان. مين قال أنه زيارة الطبيب بشكل دوري والخضوع لجلسات الموجات فوق الصوتية أو إيكوغرافيز هي من أهم وسائل وقاية خلال الحمل؟ أنا قال، شوفكم بكرة.